السلام عليكم، وياكم محمد الحداد. شلونكم؟ شو اخباركم؟ هذا الفيديو طبعا ماكو اي تحضير او اي سكريبت، هذا الفيديو مجرد انه حطيت الكاميرا واريد اصور حتى اشارك التجربه وياكم لجهاز استخدمه صار لي 3 سنوات، بس ما حاكي عنه بشكل مفصل. بس اليوم بما انه جبت النسخه الجديده فقررت انه احكي عنه. طبعا هي النسخه مو جديده، لا هي نسخه اصلا صار لها سنتين نازله بالسوق، بس الثيم هو الجديد. طبعا احكي على نسخه نينتندو سويتش، نسخه الاوليد اللي اصدار زلدا اللي هو اخر اصدار التيرز اوف ذا كينغدوم. فهذا الجهاز من اجهزتي المفضله جدا، ويمكن هواي ناس يختلفون وياي بهذا الشيء، خصوصا الناس اللي تحب البي سي او البلاي ستيشن او الاكس بوكس، او حتى الناس اللي تستخدم اجهزه مثل ستيم ديك والاجهزه اللي تنطيك العاب وامكانيات العاب قويه جدا. بس ما علينا من هذه الاجهزه، اليوم احنا ويا نينتندو، وعشاق نينتندو اكيد ما حبوا هذا الجهاز من فراغ، وانا واحد منهم صراحه. طبعا قبل كل شيء لازم تعرف انه الجهاز انا مشتري مو سبونسر هذا النينتندو او السويتش بشكل عام، لا انا من عشاق هذا الجهاز حرفيا، والناس القريبه علي تعرف انا ايش قد استخدم نينتندو خصوصا بالسفر. ما علينا، فاليوم عندنا نسخه زلدا، و بالنسبة لي أول مرة أجرب نسخة الأوليد. كانت عندي النسخة القديمة بالسنين اللي راحت، ما كنت متحمس النسخة الأوليد هواي أول ما نزلت لأنه التحديثات ما تسوى. كنا منتظرين أنه ينزل نينتندو سويتش برو ممكن، بس ما نزلوا ويا لعبة زلدا. الثيم والشكل العام طبعا للجويكون هنا هو ثيم زلدا بالنقوش والرسومات اللي موجودة والشعارات والكتابات. طبعا اللي صار له 3 سنوات يجرب نسخة السويتش القديمة ويحول على الأوليد اللي هي اوريدي نسخة صارت قديمة وجربوها هواي ناس، مباشرة اكيد راح تلاحظ انه الشاشة هنا فرق، سواء من ناحية الحجم او من ناحية القوة او السطوع. مباشرة هذا الشيء لاحظته اول ما شغلت الجهاز. خلونا هسه نفتح لعبة زلدا The Tears of the Kingdom. هذه اللعبة مكسرة عالم الألعاب بالشهر الأخير أو بالفترة الأخيرة، بحيث متصدرة نوعا ما المبيعات. المفروض أنه هذه اللعبة حسب الأخبار اللي قرأتها وكل المراجعات اللي شفتها، أنه هذه اللعبة مفروض أنه تاخذ لعبة السنة في 2023. بالنسبة لي جربت لعبة زلدا الإصدار القديم، وأكيد حاب أنه أجرب الإصدار الجديد، لأنه هنا الجيم بلاي اختلف بشكل كبير من ناحية الإضافات اللي سووها، من ناحية الأشياء اللي تفكها وتركبها، وهواي هواي أشياء تغيرت بالجيم بلاي. تحسينات بسيطة على الجرافيكس، وجرافيكس مو أهم شيء بزلدا وبالنينتندو سويتش بشكل عام، الجيم بلاي هو أساس جهاز مثل هذا، وهذا الشيء ما يقتنع به هواي ناس، لأنه بالنهاية يريد يمتع عينه من يلعب ويشوف جرافيكس محترم. فلذلك الاتجاه الاكبر يكون لاجهزه مثل بلاي ستيشن. اكيد ما جاي اسوق للجهاز ولا جاي انه احببكم بالجهاز، لانه الجهاز فعلا يعتبر غالي بالنسبه لاجهزه ثانيه تعطي العاب اكثر ارخص وبامكانيات جرافيكس اعلى. بس بالنسبه لي احب العاب نينتندو من زمان، واحب جهاز نينتندو بالتحديد. تخيل جهاز مثل هذا صار له سنوات نازل، يقدر يشغل لعبة مثل هذه بإضافات جديدة وأشياء تم تحسينها عن الإصدار السابق. فهو جهاز مثل ما قلنا إلى ناسه ومحبي ذلك. هذا الجهاز من سنوات يتميز أنه حصرياته هي اللي شايلة هذا الجهاز، والناس اللي تحب هذا الجهاز بسبب الحصريات اللي يقدمها. الشيء الغريب كلش أنه جهاز مثل نينتندو سويتش إلى شعبية كبيرة بالوطن العربي، إلى شعبية كبيرة بالشرق الأوسط. الميدل إيست أصلاً ما موجود بهذا الجهاز، حتى من تجي وتريد تحط الريجن فما تلقى أنه الشرق الأوسط موجود. فما أعرف اليابان ونينتندو شنو تفكيرهم وشنو غايتهم من هذا الموضوع. أكيد هي مو نظرية مؤامرة، بس المفروض أنه يهتمون بهذا السوق بشكل أكبر، لأنه فعلا أكو كوميونيتي كبير يحب هذا الجهاز والألعاب اللي موجودة على هذا الجهاز. أول شيء أنا ملاحظة صراحة فرق كبير أكيد بين الأوليد وبين الشاشة اللي كانت موجودة على نسخة السويتش العادية. راح يكون عندك هنا بحدود 30 فريم كحد أقصى، وهذا هو اللي قدمه جهاز مثل السويتش، لأنه الهاردوير اللي بيه تقريبا صار قديم، بس هم الاوبتمايز اللي يسووه كل مرة على الألعاب اللي ينزلوها على هاردوير قديم شيء رهيب. يمكن هنا اكو سؤال ما تكلمت عنه بالكلام اللي راح ضروري انه نجاوبه، هل يسوى
ويستحق جهاز مثل السويتش 2023 انه تشتري؟ والجواب نعم، بشرط انه تكون مهتم بالحصريات، لانه هذا الجهاز الحصريات هي اساس بقائه وقوته كجهاز موجود من اجهزة الكونسول المحمولة. بهذه النقطة تحديدا انسوا لي موضوع المحاكيات، لانه عن تجربة المحاكيات ما راح تستمتع باللعب بيها، بيها مشاكل هواي، وما راح تجيب الجهاز مباشرة بلحظة الفراغ والاستراحة تشغل دوس دقمة تلعب مباشرة. هذا الشيء بالمحاكيات راح يتعبك وبي مضيعة وقت. فإذا حاب الحصريات واللي هي هواي، ما إلك غير السويتش. طبعا زلدة من الألعاب الحصرية اللي شايلة هذا الجهاز حرفيا، فالناس تشتري الجهاز على مودها. عالم مفتوح، كمية أفكار وجيم بلاي غير ممل. حاليا أحكي وياكم، صار لي تقريبا أسبوع ألعب هذه اللعبة، استمتع جدا يا أخي. أفكار اليابانيين بالألعاب خرافية وممتعة بشكل قوي. لينك هنا صار له قدرات ومهارات إضافية. أمتع شيء طبعا هو الشراينز اللي تفتحهم، وهذا الشيء نعرفه من Breath of the Wild وهسه موجود في Tears of the Kingdom. ما أريد أظل أحكي هواي هنا عن موضوع الجيم بلاي والجيمز، لأنه هذا مو اختصاصي بالنهاية، بس الفكرة أنه كل شخص راح يقدر يلعب بالطريقة اللي يفكر بيها. تركيب الأسلحة، الدخول، خروج، تكتيكات المعارك، طرق التنقل، وعالم ضخم جدا وخريطة ضخمة جدا. بل أكيد طبعا أنه أكو شريحة كبيرة تشتري الجهاز بسبب زلدة. بس أكيد أكيد نينتندو لازم تنزل نسخة البرو، لأنه هذا صار جهاز قديم، جهاز صار له سنوات وسنوات، مثل ما نقول حلبوه حلب لي الجهاز هذا. بس لحد الآن الفانز والناس اللي تحب نينتندو متمسكة بهذا الجهاز بسبب الألعاب الحصرية اللي بيها جيم بلاي بأفكار وأشياء إبداعية ممكن أنه يشبع فضولهم. فبس فيديو مثل ما قلت لكم ما محضر له ولا مفكر أنه أصلاً أصوره، مجرد جبت الكاميرا حطيتها وقلت خليني أصور وأحكي على جهاز ممل يمكن يشوفه هواي ناس، بس بالنسبة لي جهاز حلو وأستمتع به دائماً، هو دائماً وياي وأستخدمه بشكل كبير بالسفر. فبس هذا كل شيء بهذا الفيديو، مثل ما شفتوا الضوء اللي هنا خلص شحن. فشكرا لكم، شكرا على متابعتكم، تحياتي، أخوكم محمد الحداد، في مالله.